تعيش دولة قطر هذه الأيام نهضة تشمل جميع نواحي الحياة، من اجتماعية وثقافية وصناعية وعمرانية. واستلزمت هذه الحركة من قطر الاتصال بالعالم للتأثر منه والتأثير فيه. وترتبط دولة قطر بالعالم بواسطة شبكة منظمة من المواصلات البرية والبحرية والجوية. وينبض قلب العاصمة الدوحة بالمحلات التجارية والشركات المختلفة والمصارف، كما أنها خططت شوارعها ليرتبط بعضها بالبعض الآخر ولربط العاصمة بشتى المدن والقرى في الدولة. ونظراً للموقع الجغرافي الذي تتميز به قطر على شاطئ الخليج، فقد نشأت في البلاد منذ القدم تجارة نشطة وحية. ويشجع القانون رؤوس الأموال الأجنبية على العمل في البلاد شريطة أن يملك القطريون نسبة 51% على الأقل من رأس مال الشركة الأجنبية العاملة في البلاد. ويقتصر السماح بالاستيراد وتمثيل الشركات الخارجية على القطريين. ويحدد القانون القطري النسبة القصوى للأرباح 10%، أما الرسوم الجمركية فتبلغ 2.5% على المستوردات باستثناء مصنوعات التبغ فهي 10%، والفونوغرافات والمسجلات 15%، أما الكتب والمطبوعات والفواكه والخضروات والمواشي والأعلاف فهي معفاة تماماً من الرسوم الجمركية. والتجارة بالبر وسيلة ناجحة من وسائل التبادل التجاري بين دولة قطر وشقيقاتها الدول العربية، أو حتى بين قطر وبعض البلدان الأوروبية عبر الطريق البري الممتد من لبنان أو سوريا إلى قطر. واستلزم هذا الأمر الاعتناء بشبكات الطرق، وقد دأبت الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية على تطوير هذه الشبكات، فشقت الطرق ذات الاتجاهين والطرق المستقيمة الأوتوستراد، كما حسنت الطرق المتصلة بالبلدان المجاورة ووسعتها ووفرت لها عوامل الصيانة المستمرة. وفي كل موازنة هناك بند رئيسي لشق طرق جديدة وتعبيد وتحسين الشوارع القائمة، ويبلغ طول الطرق المعبدة 550 ميلاً، تصل داخل البلاد بعضها بالبعض الآخر كما تصل دولة قطر بالدول العربية المجاورة.